الحمد لله اللعيبه كانوا في اليوم في مستوى. ما اللي اثر علينا هو الطرد اللي كان كارتو روج بطاقه الصفراء الثانيه واللي اثر على اللاعبين. الحمد لله اللعيبه اداو مقابله جميله كانت في مستوى، لعبنا ضد فريق كبير لفريق الوداد البيضاوي. الحمد لله هذا درس عندنا اليوم، عندنا مقابله يوم الاربعاء ان شاء الله ضد حسنيه الاكادير باش ان شاء الله ريكيبيريو شويه باش نفوزوا بهذه المقابله ان شاء الله.